وجع يمتد من مراكش إلى درنة، ما إن نخفو على مأساة إلا ونصحو على أخرى. رحم الله شهداء الزلزال والأعاصير والشفاء العاجل للمصابين. أهلا بكم مشاهدينا في تغطيتنا لهذا اليوم، والتي نخصصها لتسليط الضوء على تداعيات إعصار دانيال الذي ضرب المناطق الشرقية من ليبيا. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال إلى أكثر من 4000 قتيل وآلاف المفقودين بحسب وزير الصحة بالحكومة المعينة من مجلس النواب. وضع إنساني كارثي بعد هذا الإعصار وإعلان مدينة درنة وعدة مدن مناطق منكوبة. المجلس الرئاسي الليبي طالب الدول الصديقة والمنظمات الدولية بتقديم المساعدة والدعم للمناطق المنكوبة. أدبيبة يعلن الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام. وزير الطيران الليبي يقول أنه 25% من مدينة درنة اختفى. دفن نحو 4000 جثة في مقابر جماعية وفق شهود عيان، والأمم المتحدة تكلف فريق طوارئ لمساعدة السلطات الليبية. من بنغازي سوف تنضم إلينا بعد قليل النائب الثاني في الاتحاد النسائي الليبي العام وممثلة عن كل الاتحادات النسوية في المنطقة الشرقية من ليبيا، الأستاذة سمر مجدي عبد الملك. ومن طرابلس انضم إلينا الكاتب والأستاذ الجامعي الدكتور أحمد رشراش، وسينضم إلينا لاحقا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سنوسي إسماعيل. أهلا وسهلا بضيوفنا. أيضا ننوه للمشاهدين الأكارم بأننا سوف نفتح الخطوط أمامكم لتلقي التعازي وللتضامن مع أهلنا في ليبيا، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك الدكتور أحمد رشراش، شكرا لقبولك الدعوة. أهلا وسهلا أستاذة وجدان، شكرا لك وللفريق المصاحب لك على هذه التغطية وعلى الاهتمام بالشأن الليبي والعربي في المنطقة، وأعزي أخوتنا في المغرب وأعزي أشقائنا في شرق ليبيا. تعازينا الحارة في هذا المصاب الجلل حقيقة. وأبدأ معك بسؤالي، تتضارب الأرقام بين أرقام رسمية وأرقام من شهود عيان، يعني يقال أنه الأعداد، أعداد الضحايا من القتلى أو الشهداء وصل إلى يعني للآلاف إن صح التعبير. هناك من يقول 4000، هناك من يقول بأنه قد يكون العدد أكبر بكثير، خاصة أنه هناك قرى محيت سوت بالأرض. هل لك أن تعطينا بعض المعلومات التي لربما قد تجعلنا نفهم الصورة أوضح؟ تفضل سيدي. نعم أستاذ وجدان، حقيقة يصعب أن نتحدث عن أرقام يعني حقيقية ومحددة، لأن الجثث في كل لحظة يتم العثور على جثث جديدة
ويتم من تحت الركام ويقذف بها البحر، ولكن المؤكد أن القتلى بالآلاف، لكن على الأقل من خلال القناة التي يظهر عليها المسؤولون في شرق البلاد وزير الصحة، القناة يعني تشير إلى وجود 2300 قتيل، لكن هناك شهود عيان بشرق ليبيا من خلال اتصالاتنا الهاتفية يؤكدون أن الأموات الذين نحتسبهم من الشهداء يعني ربما يكون تجاوز الـ5000، أما الجرحى والمصابين فيكاد يصل العدد إلى 8000 إلا قليل، وربما أكثر من 9000 مفقود حسب ما صرح وزير الصحة الليبي. يعني القتلى بالآلاف والجرحى بالآلاف والمفقودون بالآلاف في هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة. يا الله. ولربما يقال أنه أيضا بعد هدوء العاصفة ظهرت الكثير من الجثث حقيقة. هناك أخبار تقول أنه من نجا بنفسه من هذا الإعصار توجه إلى بنغازي، فتحت عديد المدارس لاستقبال النازحين أيضا. نعم صحيح أستاذ وجدان، للأسف لا توجد ملاجئ في ليبيا، فدائما المدارس تتخذ ملاجئ حتى في الحروب وفي الثورات التي حدثت، دائما المدارس تكون هي السكن للليبيين بكل أسف، لأن هناك كما قلت كما ذكرت قرى يعني بالكامل مسحت ومحيت من على الخارطة، لم تعد موجودة، أحياء سكنية تم جرفها الوادي واختلط الوادي بالبحر طبعا، لأن مدينة درنة طبعا المدينة يقسمها الوادي الذي طوله تقريبا 60 كيلومتر، قسمها إلى نصفين، واختلط الماء الوادي بماء البحر بعد انفجار السد، فطبعا من بقي حيا أو تم إنقاذه أكيد تم يعني تخصيص ملاجئ لهم في المدارس، وربما حتى بعض العائلات الليبية، الشعب الليبي شعب ضياف وكريم وشعب يعني فزاع، هناك أقارب وهناك أصدقاء، هناك من يذهب إلى أقاربه أو أصدقائه، وهناك من يتم يعني وضعهم في المدارس عن طريق الجيش هناك وعن طريق القوات الأمن التي يعني تتولى هذه العملية. نعم السيد الكريم دكتور أحمد، أرجو أن تبقى معنا. انضم إلينا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ سنوسي إسماعيل، أهلا وسهلا أستاذ سنوسي. بداية تعزينا الحارة لهذا المصاب الجلل. مرحبا بكم، نسأل الله أن يتقبل الضحايا شهداء غرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يخفف هذه الواقعة وهي صدمة كبيرة على كل الليبيين وعلى كل أخوتنا العرب والمسلمين. سيد الكريم، يعني هل ما حدث من قوة تدافع هذه المياه نتيجة فقط الأمطار أم هناك إشكاليات أخرى تتعلق في السدود في ليبيا؟ هو طبعا لا شك بأن يعني استعداد للكارثة ولي ظاهرة طبيعية من هذا النوع في ليبيا هو يعتبر ضعيف جدا نظرا لانعدام تكاد تكون منعدم البنية التحتية، ولكن للأمانة هناك في فترة السبعينات وبداية الثمانينات تم تأسيس سدود وقنوات صرف، وربما هي الآن برغم أنها يعني تقدمت وبرغم أنها ربما حتى أنها خارج الخدمة، ولكنها خففت من وقع الأزمة على الأقل على منطقة شرق درنة، ولكن بالنسبة لمنطقة غرب درنة التي غمرت بالكامل بالمياه هي طبعا نتيجة أن السد يعني فاجأ الجميع بأنه فجر ودفعت منه المياه بشكل غير مسبوق، وطبعا مدينة درنة هي مدينة ساحلية يعني تقع على أغلب مناطق درنة يعني تعتبر مناطق في على الساحل، بمعنى ان الجبل من المناطق الجميله ايضا يعني الساحليه الجميله. نعم بكل تاكيد كل مدن الجبل الاخضر هي في واقع الحال ذات طبيعه خلابه، ويعني بكل اسف نقول بان هذه الكارثه الحقيقه يعني ذهبت بكثير من السكان يعني اضرت بسكان هذه المدن، وايضا ذهبت بمعالم جميلة جدا أثرية كجسر الكوف وكذلك قبور الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني معالم مدينة درنة القديمة تكاد تكون اختفت يعني في بسبب هذه
الكارثة الغير مسبوقة إن شاء الله بسواعد أبنائها سوف تعود إن شاء الله أفضل مما كانت عليه. أستاذ سنوس إسماعيل، سؤالي لك، يعني هل كان متوقع أن يحدث هذا الإعصار، هذه الكارثة وكل هذا الدمار؟ يعني أريد أن أفهم فقط، هل لأنه لو كان هذا الإعصار متوقعا كان لابد من أن يكون هناك يعني خطة احترازية لتجنب سقوط الضحايا الكثر؟ هنا يمكن أن أستحضر يعني جانبين في هذا في سؤالك هذا سيدتي، وهو أن الإعصار متوقع طبعا، لا أحد يقول بأن الإعصار جاء فجأة، إنما هو انطلق من اليونان وبعد حوالي أسبوع لكي وصل إلى شواطئ ليبيا. ولكن طبعا إشكالية ليبيا أولا أنها من حيث البنية التحتية ومن حيث الاستعدادات لأي يعني حدث من هذا النوع هي يعني لا نستطيع أن نقول حتى ضعيفة، بل تكاد تكون غير موجودة. فنحن نعيش الحقيقة في دولة أهدرت ثرواتها النفطية طوال 70 سنة ولم تستفد منها يستفد منها الشعب الليبي ولو حتى في بنية تحتية فقط. وبالتالي هذه هي الجانب المهم من المشكلة. والجانب الثاني طبعا هو عدم وجود قطاع طوارئ، هذا طبعا سببه الفساد العريض في مؤسسات الدولة الليبية. الفساد ينخر في كل تقريبا إدارة الدولة الليبية التي لم يعني من ضمن يعني لم يكن في دائرة اهتماماتها أن يكون هناك قطاع طوارئ حديث متقدم يستطيع أن يتوقع الكارثة، يستطيع أن يدرس طبيعة المدن، وحيثما يكون هناك سكان مدنيين كان ينبغي أن يكون هناك دراسة لكل محيط السكان البيئي ومعرفة، وربما وهذا طبعا امر معروف في 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 علم او لنقل في مجال الطوارئ، يعني الحالات الطارئه يجب ان تتوقع وان يستعد لها، هذا غير موجود في ليبيا. ليبيا ما الشيء الايجابي الوحيد فيها هو ان الشعب الليبي هبت رجل واحد الحقيقه، هي من اجل ارسال المساعدات والاغاثه الى هذه المناطق. ولكن طبعا الكارثه اكبر من إمكانيات الليبيين وأكبر من إمكانيات الدولة الليبية، لأن الكارثة تحتاج إلى أجهزة وزوارق متطورة وهليكوبترات يعني طائرة عمودية حديثة من أجل عمليات الإنقاذ البحري والجوي والبحث عن إمكانية وجود ناجين من 10,000 مفقود الذين أعلن عنهم حتى الآن. نعم. وطبعا أيضا استخراج الجثامين هو أمر ليس بالهين ويحتاج بكل تأكيد هو أيضا إلى إمكانيات، لأن الطرق نحو مدينة درنة تكاد تكون قد يعني دمرت بشبه بالكامل، ولم يعد هناك إلا مسارب ومسالك يعني ربما لا تحل المشكلة. وأيضا هناك مشكلة نزوح سكان المدينة واتجاههم نحو المدن الأخرى، هي أيضا إشكالية أخرى تضاف إلى هذه المشاكل وتحتاج بكل تأكيد إلى معالجة يعني كبيرة وفعالة. طبعا معالجتها في ليبيا وكذلك بأن الأمور في ليبيا هي فقط فزعة وشهامة من الليبيين في ببعضهم البعض، لا يوجد لا مؤسسة يعتمد عليها ولا يوجد يعني كما ذكرت لك توقع لمثل هذه يعني، ولكن هذا لا يكفي امام حجم الكارثة استاذ سنوسي اسماعيل. نعم يعني نعم اقصد انه هذه الفزعة لا تكفي امام حجم هذه الكارثة الكبيرة والكبيرة. نعم. حقا نعم. غدا حضرتك سوف تذهب حتى نعم. لا تكفي حتى 10% يعني نعم. مما حصل حقيقة. نعم. يعني هناك حاجة ماسة الى المساعدات الدولية، لان الكارثة كبيرة جدا بكل المقاييس، أحياء كاملة غمرت بالمياه، ويعني سكان المدينة نقول أنهم مفقودين ونتمنى أن يكونوا سالمين على نحو ما، ولكن نعم. الحقيقة بأن هناك جثث وجثامين يعني مغمورة في المياه، وربما بعضها يعني رده البحر وبعضهم لم يرده بعد. يعني المشكلة الحقيقة مشكلة كبيرة جدا، وأعتقد بأن معالجتها ينبغي أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في ذلك، خاصة في أن ليبيا يعني لا تزال إلى الآن تحت شبه نعم. يعني وصاية للأمم المتحدة،
وبالتالي الامم المتحده تتحمل مسؤوليتها نحو نحو ليبيا وايضا الدول الشقيقه والصديقه. وقد وصلت حتى الان مساعدات ربما طائرات من تركيا من مصر ومن ايطاليا ومن الامارات ولا اعلم كان هناك دوله اخرى، لكن المهم اننا نتحدث هنا عن كارثه كبيره وتحتاج الى وقفه دوليه، والامر ليس يعني هين، وربما لم يستطع الليبيون ان ينقلوا الصوره صحيحه منذ الساعات الاولى للكارثه، وهذا سببه طبعا ايضا انقطاع الاتصالات، وان العاصفه كانت مفاجئه وانها كانت مدوية ومدمرة بشكل كبير جدا خلال ساعات قليلة جدا. شكرا للأستاذ سنوسي إسماعيل، كنت معنا من طرابلس، أكيد نتواصل في القريب العاجل لنتعرف أكثر على يعني تداعيات هذا الإعصار. أذهب الآن إلى بنغازي، معي من هناك الأستاذة سمر مجدي عبد المالك النائب الثاني في الاتحاد النسائي الليبي العام. أهلا وسهلا بك سيدتي، شكرا لقبولك الدعوة وتعازينا الحارة. شكرا لتواصلكم معي والعزاء واحد لكل الليبيين، ربي يتقبل موتانا وربي يلطف بحال كل الليبيين ويفرج عليهم، لأننا نحن أسرة واحدة، يعني أنا خوالي من درنا، نحن الليبيين تربطنا رابطة الدم والتصاهر والنسبة، وربي يلطف بحال مدينة درنا وكل المناطق الشرقية، فالمصاب جلل، وربي يعود كل المفقودين لأهليهم سالمين غانمين. آمين آمين. هل استطعتم التواصل مع أهلكم في درنا بشكل أو بآخر؟ لا والله لم يتم أي تواصل بين بسبب انقطاع الاتصالات. نعم إلى حد هذه اللحظة. إلى حد هذه اللحظة. نعم أستاذة سمر، أنتم في بنغازي فتحتم المدارس لاستقبال النازحين، حدثينا عن أوضاع هذه الأسر التي تعرضت إلى هذا الإعصار، دمرت منازلهم وبالتالي هناك صدمة كبيرة. بالنسبة لإعصار دانيال اللي أثنى مدينة اليونان، ليبيا مدينة لا تملك بنية تحتية أو بنيتها التحتية متهالكة من أكثر من 40 عام، وبسبب الحروب طبعا لم تعد لدينا بنية تحتية، وهذا الواقع اللي نحن عايشينه ولكلنا نعرفه ليبيا. لم نكن نتوقع أن يكون حجم الدمار بهذه النسبة أو بهذه الطريقة. طبعا بنغازي دائما الموعد، وهب كل الليبيين من كل أنحاء ليبيا لمساعدتهم، تم افتتاح 18 مدرسة لاستقبال كل النازحين اللي أتوا من مدينة درنا، طبعا وضعهم صعب، يعني طلعوا ما عندهم شيء وما يملكوا شيء، يعني طلبوا حتى ملابس النافذة طالعوا ملابسها مبلولة، فوضعهم مزري جدا يعني، ونتمنى تضافر كل الجهود المحلية والدولية. أرجو أن تبقي معنا أستاذة سمر، أعود للدكتور أحمد رشرش، تأخرنا عليك دكتور أحمد. يعني ليبيا طلبت مساعدات دولية من الأشقاء، من الجيران، من الأصدقاء، من المجتمع الدولي، ولكن على ما يبدو أنه حتى المساعدات التي قد قدمت لا تفي بالغرض المطلوب الآن. هناك مسألة، يعني يقال أن الطرق مقطوعة مع درنا برا، ولكن هناك من يساعد إما عن طريق البحر أو عن طريق الجو، هل هذا ما يجري حاليا؟ هل معقول لا توجد أي طريق سالكة تؤدي إلى درنا وإلى المناطق المتضررة؟ نعم، هي درنا طبعا مدينة جبلية، ومعظم الطرق يعني انقطعت بها السبل، والمياه طغى الماء على المدينة بأكملها ودمر الأحياء والطرقات، فأصبح الوصول إلى المدينة أمر صعب جدا. يعني يقول شهود العيان هناك الأصدقاء في المدن المجاورة يقولون أنه لا يمكن الوصول إلى المدينة إلا عبر البحر أو الجو يعني. وهذا طبعا الدولة الليبية لا تملك هذه الإمكانيات، لابد من المساعدة، لابد من المجتمع الدولي الذي دائما يعني يتدخل في الشأن الليبي ويؤجل صراعات والحروب، لابد اليوم أن يتحمل المسؤولية وأن
تتكاتف الجهود من الامم المتحده والدول الكبرى لمسانده الشعب الليبي. هذا عمل انساني يعني. عمل انساني يحتاج الى وقفه جاده من المجتمع الدولي باكمله. وهناك الان كما قال الزميل السنوسي وصل ربما الطائره الاماراتيه كان اول من وصل ومن تركيا ومن مصر ربما رئيس الاركان المصري كما تبعت الاخبار موجود في غازي وهناك تعليمات الجيش دكتور المصري دكتور احمد يعني حتى لو كانت هذه المساعدات عينيه ولكنها لا تكفي على المدى الطويل. نحن نتحدث عن الاف الاسر التي هجرت، نتحدث عن اكثر من 10,000 مفقود، نتحدث عن عوائل يعني وضعها اصبح سيء للغايه. هذه المساعدات العينيه لربما تكفي شهر شهرين، ربما يتم ارسال بعض الادويه التي تساهم في علاج المصابين، ولكن ماذا بعد؟ يعني أليست الحكومة الليبية المكلفة الآن مسؤولة أيضا ويجب أن تتحرك بشكل أكبر؟ أستاذ وجدان، أعتقد أن ليبيا لا تحتاج إلى معونات عينية. الحكومة في طرابلس تستطيع أن توفر ملايين وربما مليارات الدولارات لإعانة العائلات الليبية، ورجال الأعمال الآن تنادوا للتجميع مبلغ 100 مليون، ربما وصلوا منه في الصباح اليوم إلى 7 مليون، ربما أعتقد أن يتضخم الأمر. السيارات انطلقت من جميع مدن طرابلس، من طرابلس ومن مصراتة ومن أغلب مدن الغرب الليبي، محملة بكل شيء. المشكلة أستاذة في الوصول إلى الأماكن وانتجال الجثث. هذا هو الامر الصعب الذي يحتاج ربما ليبيا تحتاج الى هذه المعونات اللوجستيه، الى انقاذ الموتى، الى انتشار الجثث، الى انقاذ الاحياء، اكثر من المعونات الاكل او الدواء الى ما غير ذلك. الحكومه الليبيه اعتقد غير عاجزه عن هذا الشيء. ليبيا دوله غنيه ومقتدره، وليبيا سارعت بمساعده تركيا وبعض الدول بمئات الملايين من الدولارات يعني. نعم. يعني وأنت تتحدث سيد الكريم، يعني أيضا اليوم أخبار مؤلمة حول يعني دفن الجثث في مقابر جماعية، يعني هذه مأساة كبرى وصعبة يعني خاصة في المجتمع الليبي. يعني هناك من الجثث من الناس الذين لم تعرف هويتهم أصلا. صحيح، أخبرني صديق من طبرق أستاذ جامعي يوم أمس أن قرية تبعد 20 كيلومتر عن مدينة درنة تم دفن 300 جثة جماعية مرة واحدة. يا الله. نعم، لأن جثث بالمئات وبالآلاف القتلى كما قلنا، يعني تدفن بالمئات الجثث في المقابر الجماعية يعني. فنسأل الله السلامة، نسأل الله أن يحتسبهم من شهداء الغرق. نعم، الله يرحمهم جميعا. دكتور أحمد، سؤالي لك حول البنية التحتية، عن إعادة الإعمار. هل هذه المنطقة منكوبة وستبقى كذلك، أم يعني هل ستتعرض في المستقبل لأعاصير جديدة، خاصة أن الناس تتخوف من أن تسكن تلك المناطق مرة أخرى، أم يعني الأمر باعتقادك لم يتكرر ولا شيء مضمون يعني في هذه الحياة يعني؟ طبعا استاذ وجدان، هذه المنطقة الآن منطقة منكوبة، وهذه المنطقة يعني ليس هذا الإعصار الأول أو الفيضان الأول، حدث ذلك في سنة 1941، وذلك وتلك الفيضانات تسببت في خسائر كبيرة للجيش الألماني. أيضا حدث في 1956 كذلك، وفي 1959 كانت كارثة كبرى وضحايا كبيرة، كان يعني فيضانات 59 كانت هي الأكبر. نعم. ثم في السودان قبل سنتين حدث شيء مشابه كذلك، حدثت في 68 وحدث أيضا في 86، لكن هذا الإعصار وهذا الفيضان هو الأكبر في تاريخ هذه المدينة وربما في تاريخ ليبيا. لابد من اتخاذ الإجراءات الصارمة وبناء السدود على الطرق الحديثة، لأن أكيد سيتكرر، لأن المنطقة هي أصلا طبيعتها أي تقلبات جوية حتى في الأمطار العادية تتجمع فيها المياه، ولكن كان السد يحمل الكمية المحددة، لكن الآن الكميات الأمطار والمياه فاقت القدرة الاستيعابية للسد، فانفجرت السدود وحلت الكارثة. لذلك يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات يعني
صارمة في إعادة بناء السدود وإعادة أعمار المدينة، لأن طبعا من المتوقع أن تعود هذه الفيضانات، لأن كما قلت حدثت مرات عديدة، هذه ليست المرة الأولى. يعني وهي نعم تعتمد على البنية التحتية يعني ومتى قوتها بشكل كبير حتى تحمي المباني، وبالتالي يعني ودولة مثل يعني ليبيا دولة نفطية وفيها الكثير من الخيرات كما ذكرت قبل قليل، لابد من النظر في هذه القضية لتجنب المزيد من الكوارث في المستقبل. يعني نعم لهذه سيدة وجدان، الأزمة تفضل تفضل. نعم، هذا السد، سد هذا الوادي الكبير، وادي درنة، الذي يعد من أكبر الوديان في ليبيا، عمره السد أكثر من 50 سنة، من السبعينيات القرن الماضي، يعني لم يجدد ولم يصين. نحتاج إلى سدود جديدة وإلى نظرة جديدة ولرؤية جديدة، وأتمنى من السياسيين في ليبيا والحكومات أن تنفق كل درهم على البنية التحتية في ليبيا، وليس على السلاح والحروب والاقتتال. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد رشراش الكاتب والأستاذ الجامعي، كنت معنا من طرابلس أكيد للحديث بقية. أستاذة سمر، يعني أريد أن تحدثينا عن العوائل، عن الأسر المنكوبة اليوم، عن احتياجاتهم، ما المطلوب الآن للمساعدة؟ نسمع أن هناك دول الآن تساعد الدولة الليبية، ولكن ماذا عن مؤسسات المجتمع المدني، عن كل من يرغب بالتبرع إن كان ليبي أو عربي أو أي إنسان يعني يحب مساعدة الشعب الليبي في هكذا الظروف؟ لا للأسف أستاذة وجدان، زي ما حضرتك قلتي والأستاذ الفاضل، ليبيا دولة نفطية، ليبيا دولة غنية بكل الموارد اللي سخرها لها الله سبحانه وتعالى، لكن بسبب الصراعات اللي صارت أهدرت أغلب هذه الثروات. والله الواحد يزعل لما يشوف بلاده بهذه الطريقه. يعني درنا كانت تحتاج الى اعاده اعمار وبنيه تحتيه من قبل اعصار دانيال، يعني هل نحن نحتاج الى ان نحن يجينا اعصار دانيال باش يلتفت كل المسؤولين الى حاله المواطن الليبي؟ ومش في درنا بس، في كل المناطق الشرقيه، حتى بنغازي تعاني، لكن امام ضراوه هذا الحدث واللي اصبحت مدينتنا وكل المدن المناطق الشرقيه هي أشباه مدن، يعني مدينة غارقة، مدينة منكوبة، المواطن فيها يحتاج لكل شيء، يحتاج للإغاثة، يحتاج للدواء، يحتاج للمأوى. من يعوض هؤلاء المواطنين المتضررين؟ من يبني لهم مساكن جديدة؟ من يعيد لهم مدينتهم كما كانت؟ نحن نحتاج إلى تضافر كل الجهود المحلية والدولية، نحن نحتاج إلى تضافر حكومي دولي، لأن هذه نكبة وكارثة يصعب وصفها. يعني انت زي ما حضرتك تشوفي في الصور، صور معبره، لابد من حلول سريعه ومن استجابه دوليه سريعه، لان كل ما تاخر الوقت حنخش في كوارث. انت عارف الجثث اللي لم يتم انتشالها، ايضا انفجار السدين، حتى المياه اللي في السدود مياه غير صالحه، مياه غير معقمه، يعني حنخش بعدها في كوارث طبيه وفي انتشار الاوبئه والامراض. العائلات اللي قاعدة حاليا عالقة، لأن يعني صعب الوصول إلى مدينة درنة وهي مدينة غارقة، نحتاج إلى طائرات، نحتاج إلى إسعاف طائر، نحتاج إلى تدخل دولي لإنقاذ الأسر العالقة، نحتاج لكل المساعدات الإنسانية. نعم أستاذة أتمنى من كل سمر، الدول. أستاذة سمر أرجو أن تبقي معنا، عذرا سنذهب إلى فاصل، وأطلب من المشاهدين من يرغب بالمشاركة والاتصال بنا في هذه التغطية، بعد دقائق قليلة نفتح الخطوط أمامكم، أهلا بكم.